طوال مخدرات حشيش وغيرها حول مصرح بها بطولنا على القهوة السادة بالأوراق قادر المركبة الأهلية الرقيمة الإسباني جيم 95-99 بتاع تأثير مخدر الحشيش موضوع الاتهام الأول ونرجع عن ذلك وفاة من عليه السيد أحمد الشبكي على النحو السابق بالتحقيقات تسبب خطأ في وفاة المجني عليه السيد أحمد السيد الشبكي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وروعنته على مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونين متعاطين للمواد المخدرة محل الاتهام الأول وإنقاذ سيارته الرقيمة ألف في جيم 95-99 بالطريق الساحلي بحالة ينجو معانا على الخطر مما ادى الى الاصطدام بالمجني عليه مخلصا اصاباته الوارده والتقرير الطبي التي ادت الى وفاته على النحو المثابر للتحقيقات. قضى مركبه اليه بسرعه تجاوزت الحد الاقصى للسرعه المقرره على النحو الثابت للتحقيقات وهو مستعمل الطريق الذي راعى في مسلكه بذل اقصى عنايه والتزام الحذر كيف اللازمين معرضا حياه الغير للخطر ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه سالم بالذكر على النحو الثابت للتحقيقات. النيابة بهذا الترفع سيادة المدرسة عن المحكمة. يا أحمد فين أحمد؟ لو سمحت أنت بتتعاطى مخدرات يا أحمد؟ لا طيب أنت تسبب خطر في وفاة المجني عليه السيد أحمد الشوكي؟ تسببت خطأ في وفاته؟ ما أقصدش والله قلت المركبة الآلية بسرعة تجاوزت الحد الأقصى أنا حاضر عن ورثة المجني عليه شهودة مكارم عن بعض ورثة المجني عليه أين أستاذ؟ نعم مدى مسألة إصدار إعلام دراسة وقرار وصايا لأن طبعا من تاريخ حدوث الواقع حتى تاريخ الجلسة الأولى أنا فندم توكيلي عن بعض من الورثة عن الزوجة والأم والأخوات والأشقاء وفي بنتين قصيرتين لسه بنعمل لهم قرار وصايا أنا أقدم لمعاليك يا فندم صور البطاقة حاضر يا فندم أنا بقدم الحافظة دي لمعاليك يا فندم عشان بيان بس الصفة وإثبات الصفة بعلم الوراثة وقرار الوصاية. توطئة للادعاء الملكي. طب الأستاذ مين؟ أشرف عبد العزيز يا فندم والأستاذ مصطفى رمضان. وأحمد سعيد. من نادي الزمالك. من نادي الزمالك أستاذ أحمد عاشور وأستاذ مدحت أبو الرادي أبو النجم. احنا طلباتنا يا فندم احنا بنتكلم عن نفسي لم احضر التحقيق ولم احصل على ورقة واحدة من القضية فبلتمس طبعا الاطلاع والاستعداد وبلتمس يعني احمد هو العائل الوحيد لاسرته فحتى عشان يقدم التعازي ويجري في الامور التصالح فاخلاء سبيله ان هو يعني لاعب في المنتخب القومي وله محل اقامه معلوم ولا يخشى عليه من الهروب والمحكمه لها اتخاذ كافه التدابير الاحترازيه فبنلتمس وبحق إخلاء سبيله حتى هو يمشي في إجراءات التصالح مع أهلية المجني عليه لأن هو والده يعني راجل مسن ووالدته برضه مسنة فما عندوش حد يمشي في إجراءات التصالح فبنلتمس وبحق إخلاء السبيل بس في نقطة بس يا فندم بعد إذن حضرتك
هو يا فندم بس ناخد في عين الاعتبار ان المتهم لما حصلت الحادثه لم ينكل ولم يجوي ويترك المجن عليه. ما انا بس يا فندم من الاسباب اللي احنا بناخدها بس في مباراه الحبس الاحتياطي لاخلاء السبيل ان هو وقف رغم من عدم مسؤوليه وكان يقدر يهرب لكن هو لا ما توصلش. بفضل سيادتك يا فندم المحامي الموكل مع المتهم الحاضر انضم الى طلبات الزميل ابداها باعتبار ان القضيه قد تمت احالتها بصوره عاجله في خلال ثمانيه ايام ونحن وكلنا وعهد الينا بمهام الدفاع يوم السبت يعني اول امبارح فيقينا لم نطلع على اي ورقه من اوراق التحقيق لذلك احنا فندم بنلتمس من عداله المحكمه الاستجابه لطلباتنا تحقيقا لاواصر العداله كما ان فيما يتعلق بطلب اخلاء سبيل المتهم هو الواقع طبعا يا فندم الواقعه بنقدم فيها كل التعازي وكل اوجه العزاء لاسره المتوفي الى رحمه مولاه إلا أن الدية الشرعية هي حق واجب والدية الشرعية اللي الشرع حكم بيها بتستوجب أن يكون هناك تفاهمات بين طرفي الواقعة ودي مسألة شرعية يعني مسألة ربنا يوافق عليها ويقرها ويأمر بها بالتالي وجوده في محبسه هيشكل عائقا دون اسراع او دون الاسراع في اتمام هذه الاجراءات اللي بموعدها هتاخد وقت سيما ان المتوفي الى رحمه مولاه لديه بنتين قاصرتين وطبعا المساله دي هتستوجب شويه اجراءات تباشر امام نيابه الاسره لن يضر العدالة شيء بأي حال من الأحوال أن تتخذ المحكمة أي من التدابير الاحترازية اللي كفلها القانون ضمانا لحضوره في الجلسة القادمة سيما أن المحكمة تستطيع أن تمنعه من السفر لحين مثوله بالجلسة القادمة لإبداء مرافعته ومحاكمته أمام هيئتكم الكريمة. شكرا.